من المواضيع المهمة جدا هو layer options. في بعض المواضيع التركات المهمة في layers بتوفر علينا. أول تركاية هو filter selection. هنا كده في حاجة اسمها drop down, دي اسمها filter selection. فلو اخترت الكايند معنى كده ان انا بختار بناء على نوع اللاير. فهنا لو ضغطت كده فيظهر لي فقط الصور, هنا يظهر لي فقط اللايرز اللي ليها adjustment layer, هنا يظهر لي التكست فقط, هنا يظهر لي الشيب, وهنا ال سمارت اوبجكت. طيب ده طبعا نيم, ممكن ابحث عن لير وليكن ايكون هكذا, وطبعا هنا بلغي السليكشن او بلغي الفلتر بظهره, ارجع لي طبيعي بظهر كل اليرز, وهنا كده بظهر الفلتر. طبعا هنا الافكت لو في لير ليها ستروك مثلا او شادو دروب شادو, لير دي ليها دروب شادو اللي هي اللوجو هكذا. طبعا بالنسبة للمود اللير اللي ليها مود مثلا وليكن سبتراكت, اللير اللي ليها مود اوفرلي هكذا. طيب مهم جدا الكالر, ممكن اختار هدول واقول ان دوت ريد, اختار اللير هذه واقول ان دي جرين, باقي اللير اقول انها باللون اليلو. ارجع تاني للفلتر سيليكشن, عفوا ارجع تاني للفلتر سيليكشن, واختار color والcolor red, دي layer باللون الcolor red, ده اليلو ده الجرين. بعد ذلك ده كده طبعا الفلتر بالcolor ده هو الجرين, وهنا ممكن نضغط او نلغي الفلتر او نظهر. نرجع تاني للkind, طبعا دوبلكيت للاير تحدثنا عنه قبل ذلك. فاللوجو عشان نعمل دوبلكيت نسحب ده كده هنا, اصبح عندنا هكذا, او بالالت اصبح عندنا لير هكذا, ديليت ديليت هكذا. بالنسبة للكوبي فلو قلنا هنا ان ده نيم, هنا نضغط كوبي لير ستايل بالشادو بيست لير ستايل, اصبح هنا نفس الستايل بالشادو بدروب شادو. هو عادة الفوتوشوب يكون بسمول سامنيل, فلو عملت رايت كليك فضغط لارج سامنيل فهنا بيظهر الصور او كل السامنيل لكل لير. السامنيل ليها هيكون لارج, لو ضغطت هنا على لير فكده ده ميديم, انا بفضل الميديم سامنيل. وهنا هيظهر لي layer content, طبعا هيكون مفيد في بعض الأحيان, وطبعا من هنا بختار الألوان للlayer. بالنسبة لي renaming layer عادة ده shape 1 icon كده, لو عايز أعمل rename لأكتر من أو لكل layers بطريقة سريعة, أول شيء بضغط هنا بس أسمي ده مثلا وليكن لوجو, اضغط تاب layer بعدها تكست, اضغط تاب description هكذا, اضغط تاب ومر على كل layers واسميهم. دي اسرع طريقة عن طريق فقط التاب. دي كان ملخص درس اليوم, ايه هي اسهل الطرق للتعامل مع layers, ومنهم طبعا اهمهم selection filter والquick renaming و how to duplicate layers.